السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. في فيديو جديد النهاردة هتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا ومشكلة قابلت كثير من الناس منهم أنا. صحيت النهاردة على خبر غريب جدا للقناة بتاعتي، مش القناة طبعا، اللي هو الثلاث استراتيجيات اللي فاتوا. صراحة ثلاث مواقع، سي بي ام لينك، بوب وين، وموقع بوب ستيت. سي بي ام لينك ايميلي اتقفل فيه، كنت سحبت من سي بي ام لينك وبعد كده الايميل اتقفل. بعد ما تم السحب الايميل اتقفل. تاني حاجه في موقع بوب وين لقيت ايميلي اتقفل، وتالت حاجه في موقع بوب ستيت لقيت ايميلي اتقفل وما عادش، يعني اتقفل بمعنى ان هو ما عادش اقدر ارسل لهم زوار وما عادش اقدر اقبض الفلوس. فدي مشكله كبيره جدا واجهت كثير من الناس، وانا عارف ان في ناس كثير واجهتهم المشكله دي، وانا عارف ان هي هتحصل وهتواجه بعض الناس. المشكله دي حلها هو واحد بس، حلها واحد بس، ويا ريت تلحقوا تستخدموه قبل ما يتقفل. ولكن يعني ان شاء الله تشتغل معاكم على طول مباشره يعني، ويحاول ما تتقفلش يعني، لان الموضوع هيبقى صعب عليهم شويه ان هم يقفلوه. تمام، ان احنا نستخدم الموقع ده مكان الموقع ده، موقع او دبليو ال واي، الموقع اللي كان بيخفي مصدر الزيارات. هو فعلا كان بيخفي مصدر الزيارات، ولكن بدا الموضوع يزيد عن حده بالنسبه للمواقع، فبدات تمسك الموضوع شويه، بدات تمسك الموضوع حبه حبه لحد ما مسكت الموضوع نهائيا، ومحدش عاد عارف يرسل زوار عن طريق موقع او دبليو ال واي. و من شويه قعدت ارسل الزوار للايميل بتاعي، لقيته ما بيستجيبش نهائيا ومفيش اي زوار عايزين يتنقلوا. لذلك عملت ايميل جديد وعملت موقع هنا زي ما انتم شايفين، واتمنى انهم يقبلوه بسرعه عشان ابدا اشتغل معاه في الاستراتيجيه الجديده اللي هشرحها بكره او بعده. يعني انت اتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه، ويتاكد انك مفعل زرار الاشعارات عشان تلحق استراتيجيه بكره او بعده، احتمال يعني في يوم من الايام اللي جايه دي، يعني في الاسبوع ده، في بكره او بعده احتمال. المهم ان دي استراتيجيه خارقه، استراتيجيه مش طبيعيه، اقسم بالله، يعني اقسم لكم بالله استراتيجيه مش طبيعيه، وكلها من على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، من على اللابتوب هنا. وبدل ما انت تعملها مع الموبايل او اي حاجه وتتعب الموبايل بتاعك، لا، انت هتعملها من على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك. استراتيجيه خارقه اقسم بالله، تعجبكم بشكل كبير جدا ان شاء الله يعني. فزي ما قلت لك حالا كده وانت بتستخدم، ايميلك اتقفل او ما اتقفلش، لو ايميلك اتقفل حاول تعمل ايميل جديد حالا وتحط موقع بسرعه، اي موقع مشهور انت ممكن تحطه، ما تحطش جوجل، لا، حط مثلا موقع زي ديف بوينت، موقع اللي هو ديماس، اي موقع انت شايفه مشهور تحطه، موقع عندك في المغرب، موقع عندك في الجزائر، اي موقع مشهور حاول تحطه، وان شاء الله هيقبل معاك مباشره. يعني بالذات في بوب ستيت مش هيقول لك ان في الموقع ده موجود قبل كده، بوبين ممكن يقول لك، اما بوب ستيت لا. المهم ركز معايا، فهتاخد الرابط اللي هو اللي شبه دون، طبعا انتوا عارفين بتاخدوه ازاي، تاخد رابط شبه ده وتعمله كوبي وترجع وتحطه مكان هنا، تعمل له هنا بيست، وتعمل هنا الضغط هنا، وهنا تعمل دي كوبي، ثم تعمل هنا زائد، وطبعا تحطها في بافن وتعمل بيست. تمام بالشكل ده زي ما انت شايف، هيعمل ريدايركت، ريدايركت يعني هيفتح الموقع ده الاول، بعد كده هيعمل ريدايركت لصفحه بوب ستيت، وبعد كده يعمل من بوب ستيت دايركت تاني لموقع الاعلان. فكده صعب جدا ان هم يمسكوا مصدر الزياره المره دي. فاتمنى بس اكون افدتكم في الفيديو القصير ده. يبقى كده الموقع ده انتهى بالنسبه لنا، ما عادش موجود في الاستراتيجيات بتاعتنا، وهنستخدم موقع برايفت لينك دوت دي اي. الموقع ده تقريبا دنماركي، او يعني هو مش انجليزي، ولكن المهم انك تستخدم الموقع ده بالشكل اللي انا وريته لك ده. الموقع ده بيخفي زياره نهائيا وتم السحب من بعض الناس. فاتمنى يكون الفيديو ده بس انال اعجابكم، واتمنى ان اكون افدتكم بيه معلومه. مره تانية الناس اللي اتقفلت ايميلاتها يا ريت يبداوا يعملوا ايميل مره تانية على بوب ستيت او بوب وين او سي بي ام لينك، ويستخدم موقع النهارده اللي انا اتكلمت عنه. حاول تشتغل بسرعه عشان تلحق تسحب من المواقع دي قبل ما اي حاجه تحصل والمواقع تتقفل. يعني انت قدامك مثلا من يومين لثلاث اربع ايام لحد ما ممكن الموقع يكون خد باله او لاحظ اي حاجه. تمام، فاتمنى بس ايه تستخدموا الاستراتيجيه دي باقصى وقت ممكن، يعني في اسرع وقت ممكن، عشان تلحقوا تستخدموها وتلحقوا تستفيدوا منها. يا ريت لو كان الفيديو ده عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 2000 مشترك ان شاء الله. الفيديو ده بتعامل مع قناه اعرف اكتر، يا ريت لو عجبكم محتوى القناه، محتوى القناه الصراحه ممتازه جدا، فيها اكتر من حاجه، فيها اكتر من محتوى بتتكلم فيه الربح من الانترنت، وبتتكلم في اكتر من حاجه، الصراحه القناه ممتازه جدا. فاتمنى تخشوا تشوفوا القناه وتشوفوا المحتوى بتاعها، ويا ريت لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناه دي، صراحه هتستفاد جدا من القناه دي زي ما انا بستفاد منها. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.